ماشي لانه كان فقط زميلنا في برنامج ديكريبتاج ولا في المجله ديال شالونج او في اذاعه ام اف ام، تظهر لي الاثر الكبير خلاه الشخص، خلاه الانسان، ان فوق كل شيء هذا واحد الانسان اللي فهم المغرب مزيان وفهم شنو خص في الاعلام المغربي، فهم على انه التواصل مع المواطن المغربي خص يكون بلغه المواطن، وبسط مسائل سياسية كبيرة، وبسط واحد المفاهيم اقتصادية كبيرة جعلها في متناول الجميع. وحقا الإعلام المغربي مدين له بهذه المسألة، لأنه بوحده قام يمكن مقام الأحزاب كلها، مقام السياسيين كلهم، مقام الاقتصاديين كلهم، مقام يعني كل واحد طريقة باش كانت يبسط، طريقة باش كانت تناول الموضوع والموضوعية ديالو، الموضوعية حتى نسيان الذات، حتى الانتماء ديالو السياسي او الانتماء ديالو العقيدي او الايديولوجي يعني السياسي ما اثرش عليه. كان ديما تيوزن باش خدمه للبلاد، الا كان تيشوف ان البلاد تستحق ما تكون تتوفر الناس حريتهم اولا، لكن كذلك كرامتهم. كنت يحلم بشي واحد المغرب جميل، وبدات يعيشوا مع الاسف حتى الاخر ديال العمر ديالو عانى كثير صحته، يعني تنظن البعض غيقول ان المرض اللي غلبوا في الواقع راه هو اللي غلب المرض، يعني لمده سنين هو تعاني صحيا وما استسلمش، يعني في الوقت اللي تيتمكن باش يجي تيجي، الوقت اللي تيكون طارح الفراش في المستشفى تيتكلم، الوقت اللي تيكون في دارو في نقاهه تيتكلم، يعني ما عمره ما استسلم. تيظهر لي انه في اخر المطاف هو اللي غلب المرض، ماشي المرض اللي غلبه، لانه هو اللي قرر انه يضحي حياته، يعني وقف صافي، يعني وصل كنحس انه المهمه ديالو انتهت. الله يرحمه سي جمال البراوي، افتقدناه. العلاقه ديالي معاه كانت علاقه عائليه واسريه، ودوزنا سنوات ديال الشباب فواحد، كنا قراب جدا، الأوساط ديالنا كانت قريبة جدا، نظرا لكون أخ ديالو كان متزوج مع الأخت ديالي الله يرحمه كان توفى مبكرا، وكذلك كنعرفو معلوم كصحفي كمناضل منذ سنوات طويلة، يعني ومعروف بالالتزام ديالو بالجرأة ديالو بالكفاءة ديالو، كذلك كان محلل دايما كيبغي يمشي في عمق القضايا، معروف بالشجاعة ديالو والجرأة ديالو والخبرة ديالو الله يرحمه جميعا ويرحمه. بالصدق اليوم نؤبين رجل كبير في الأخلاق، في المثل، في السياسة وفي الصحافة، نفقد ونؤبي اليوم جمال براوي، مدرسة سياسية عريقة من راكمة تجربة كبيرة من أقصى اليسار الدولي إلى الانفتاح على المدارس السياسية المغربية، وكان ضمن المناضلين في الاتحاد الاشتراكي، عرفناه في العمل الجمعوي من خلال تأسيس إحدى أهم الجمعيات في حينها في سنة 2003 بعد الأحداث الإرهابية اللي ضربت المغرب، أسس جمال أو دعا جمال بمجموعة من الرفاق كنتم من ضمنهم لتأسيس جمعية ديال مناهضة الكراهية والتطرف، واللي لعبت دور مهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في السياسة وبأنه وفرقاء الدينيين بأنه لا مجال للقتل والاقتتال. كانت هذه القيم ديال التسامح والقيم ديال الحياة كان يدافع عنها جمال، كان صارما في الدفاع على أخلاقية المهنة، وكان من الناس الذين يدفعون بالشباب والشابات إلى مقدمة العمل المهني، يمنح الشباب فرص أكبر 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 من حجمهم، ونحن نتلمس هذه المهنة. كان جمال لا يتورع أن يمنحنا الهواتف، وأن يمنح أكثر من ذلك أن يمنح هواتفنا لمسؤولين كبار، سواء في شركات اقتصادية أو مسؤولين في الحكومة، ومنهم رؤساء وزراء أولين، ومنهم وزراء كانوا نافذين في المغرب، كانوا هم يتصلون بنا ويقولون أنا من طرف جمال. هذا الغريب، انه الناس تتصل عبر جمال، وان كانوا يتصلوا بنا مسؤولين، انا شخصيا اتصل بعده مسؤولين، وكانوا يقولوا بان اخذنا هاتفك واوصانا الاستاذ جمال براوي بان نتحدث في هذا الموضوع او هذا الموضوع.
لكن جمال كان بسيط يعيش مع البسطاء، لم يتطلع أبدا إلى أن يكون من مالك الأموال، كان يعيش الحياة البسيطة بأسرته البسيطة، لا يتورع في مد يد العون والمساعدة لأي كان من الزملاء والزميلات، وربما ستشهدون في الأيام القادمة إذا كان لله ولي شهادة حق يجب أن يدلي بها الجميع، أن نقدر نأكد لك بأنه العشرات والعشرات والعشرات من أسدى لهم جمال براوي جميلا، وساهم في تطيرهم وتكوينهم وفي شحذ تجاربهم وهمم في ميدان هذه المهنة، مهنة المتاعب. اليوم كنفقدوا واحد المناضل شهم، واحد شجاع صحفي ومحلل سياسي، الأخ جمال براوي اللي كان تجمعني به علاقات وطيدة، حيث في الانتخابات الأخيرة، الانتخابات الشرعية الأخيرة، كان وصيف ديال اللائحة اللي اقتنعنا فانفا، وكان عندنا لقاء في الليل بالبيت ديالو، قلت له الأخ جمال كيف، قال لي ما غتنجح لا انت لا انا، لانه الامور محبوكه ومقاده لافونس. السيد كان له الشجاعه وكان دائما حاضر في جميع المحافل وفي جميع المعارك اللي عاشها الاتحاد الاشتراكي، كان جمال براوي كي يتدخل وكيناقش وكيعطي الاراء ديالو، وكان تجمعني به واحد العدد ديال المنابر الاعلاميه، وخير واخرهم واحد المنبر، واحد الندوه اللي كانت في التلفازه ديال دوزيام في 30 مارس 2000 في سنة 2000، حيث تناقشنا بحضور السيدة سميرة السيطية اللي كانت منشطة البرنامج، وخليل الهاشمي الإدريسي وجمال براوي على الوضعية الحزبية ديال الاتحاد الاشتراكي في المؤتمر السادس، وكنت أكن له التحضير الاحترام والتقدير، وكان احترامنا الآن الأخ المتبادل رحم الله الأخ جمال، وتعازي الحارة لعائلته الصغيرة والكبيرة وللأسرة الإعلامية بالمغرب وللاتحاد الاشتراكي ولآل البراوي في المكان المشترك.